خير يا شكرية يا بنتي، بتزعقي ليه؟ ده انا مش حق ازعق وبس، ده انا لازم اصرخ. تصور يا بابا انا ما جاش لحد دلوقتي، ما جاش لحد دلوقتي، ده اخرب بيته وحطر بقى الدنيا على دماغه. انا عرفته، هو انا عارف هو واحد بيزعلك ولازم اخرب بيته. قولي هو مين؟ الفستان الجديد، الفستان الجديد اللي هلبسه الليله. تصور يا بابا ان لغايه دلوقتي المحل ما بعتوش، ده انت لازم تطغبق الدنيا على دماغه، تبلغ البوليس، تبلغ النيابه، توديهم في 60 ده. دي اهانه لكرامتي، ده انا شكريه بنت شاكر بيه عبد الشكور شكر. حاضر، هبلغ النيابه، هوديهم اللومان، هدخلهم السجن. بس بلاش عصبيه، احسن انا بتشائم من الزعيق وكتر الخداع وعيني بترف. بعيد بعيد بعيد. محلات ازياء ست البيت. فستان شكرية بنتي اللي عاملاه مخصوص عشان تلبسه في حفلة الليلة، لحد الان ما استلمتوش. يا فندم الفستان جاهز وهيكون عند سعادتك بعد 10-12 دقيقة. اوعى يزيد ويبقوا 13 دقيقة، انا اتشائم من الرقم 13. حاضر. انت ومدمزلات يا انسات يا زفتات، فين فستان شكرية هانم بنت شاكر بيه؟ لابسه بوبة علشان تظبط المقاسات عليها. وهي فين مدموزيل قنبلة؟ دوروله على المدموزيل ديناميت، دلوني عليها فين هي. يا بوبة يا بوبة يا ديناميت يا بوبة، ما عليك تتركني بعد ما ضيعت مستقبلي وسلبت مني عز ما املك شرفي. انت لازم تتجوزني. ايوه لازم تتجوزني، والا فالانتحار. اجل هموت شهيدة الحب والوفاء، ساموت بين ذراعيك ومنك لله يا اسمك. ايه يا حلاوة بنت خالتي وتمثيل بنت خالتي، ما هو اصل الدلعادي خالتي توحمت على امينة ريت. خد مسخرة وقلة ادب. انت ايه؟ معجونة بمية عفاريت؟ ساعة تمثلي، ساعة ترقصي، ساعة تغني. غاوية يا حضرة المدير، غاوية الفن موت. ما هو يا سعادة البيه الفن مين يعرفه الا اللي هام فيه. انتي انكتمت. انا مش قايل لك 100 مرة لازم تشوفي شغلك واكل عيشك، ماذا والا؟ والا والا حرفدك واديلك حسابك نهائيا، مفهوم؟ فستان شكرية هانم جاهز؟ اهو جاهز وجاهز ومستعد. يا حبيبي وده اخر انذار، ممنوع ممنوع الغنى، ممنوع الرقص، ممنوع التمثيل، ممنوع تاخير فستان شكرية هانم عبد الشكور شكرا. يا بس ده اسمه ايه المكعبل ده؟ في واحده اسمها شكرية وباص مشكر وجدعه شكر وجد جدعه شكري. ومن عارف امها اسمها ايه كمان؟ لازم شكوريا. كلها الايدين ويصيك الفستان، يا ورد مفتح، يا فل مجوز، يا بلوة سودة، يا حافظ، يا بوس. بعيد 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 بعيد. ايه يا بابا؟ مليون مرة قلت لك ما احبش اشوف قطي اسود في البيت لاني بتشائم من القطط السود. تتشائم ايه يا بابا؟ ما يصحش تعتقد في الحاجات دي. ما اعتقدش ازاي؟ ده انا مجرب. ده اليوم اللي اصطبحت فيه بقطة سودة حصلت لي اكبر مصيبة في حياتي. مصيبة ايه يا بابا؟ اتجوزت امك الله يرحمها. على سيرة الجواز، فكرة أعجب نبيل ويخطبني؟ تعجبيه وبس؟ دي انت راح تهوسيه، دي انت راح تكعبليه في شباك محسنك وفخ جمالك. بس أنا خايفة يا بابا، لأن سمعت إن نبيل مش داخلة مزاجه أي بنت في البلد. لو كنت شاطرة مش تدخلي مزاجه وبس، تدخلي بيته، تدخلي قلبه، تدخلي خزاين عمه المكدسة بالآلاف. الجوازة دي لازم تتم يا شكرية يا بنتي، ده باب النجاة الوحيد اللي يخلصني من الديون والإفلاس. اطمئن يا بابا، الليلة هتشوف بعينك حب ليا وتسمع بودنك اعلان خطوبتي عليك. في ايه يا عصمان؟ قوم بقى يا سعادة البيت. هي فين؟ محطوطة فين؟ في الصالون يا ست هاني. يا خبر اسود، البوليس، التليفون. اتكلم المحافظة يا بابا، انده المطافي. ده مش بومبة تفرقع وتنزل. أما البومبة ترقص وتغني اتلحلح التليفون. ده مزمزيل. المزمزيل اسمها بومبة. أيوة يا سعادة البيت، دي من محلات ست البيت. آه خليها تخش. دي لازم اللي جايبها لي الفستان. اتفضلي يا ست بومبة. نهاركم سعيد. أنتِ بومبة؟
ايوه سعاده البيه بومبا. ده بابا اتخدم من اسمك افتكرك بومبا صحيح. يا ندام اتخضيت يا بيه، اسم الله عليك، تف في عبك هاتوا له طاسه الخضه. لا طاسه الخضه ولا طاسه التقليه. انا مش فاهمه ازاي اهلك يسموكي الاسم المزعج ده. مين سمكي بومبا؟ امي. ليه امك كانت بلعه مدفع؟ نعم نعم نعم، ساعتك هتخش لي قافيه بقى ولا ايه؟ ده بابا بيهزر وياك. وريني الفستان. اتفضل يا سهلم، اما فستان بقى لكن شياكه خالص. يا رضيع يا فندم، بعيد 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 بعيد. مالك يا بابا؟ البنت لابسه الفستان بشرط اسود ده شوق من النحس. بعيد 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 بعيد. يا اختي مال سعاده البيه؟ ملبوس عليه اسياد، راكبه الجن الاحمر، عليه ابو طرطور اللي عدى السبع بحور. لا عنده حاله عصبيه، بيتشائم من كل حاجه. بخاريه استهاني. اسمعي يا اختي، حطي له ساعه ما ينام تحت المخده قرن خروب ونص قالب طوب، ودي الكلبه سودا وشنب قطه بيضا. ايه هو ده؟ انت اصلك كودي ولا شيخ الزار؟ لا يا ست هانم، ده انا بسمع الوصاد من جارتنا خالت ام حبكو. بلا ام حبكو بلا ام شبكو، وريني الفستان. حاضر. ايه ده؟ ايه الشبكه؟ يا نهار اسود على دماغي، عديت من تحت السلم، ده نحس بصوجر. يا حفيظ يا مر. بعيد بعيد بعيد، انا شايف النهارده من اوله ما يبشرش بخير. يا سعادة البيت. ايه كمان؟ تلغراف يا سعادة البيت. تلغراف؟ كملت. لازم خبر اسود. ينظر زي بعضه. يا ستار يا رب. يا حفيظ يا رب. اعتذر عن حضور حفلة الليلة لمرض مفاجئ. الاستاذ عادل نيجاتيف. مصيبة. كارثة. خير يا سعادة البيت. خير ايه وباب ايه؟ الاستاذ عادل نيجاتيف المخرج السينمائي بيعتذر عن الحضور، وان ما جاش الليله تبقى كارثه، تبقى مصيبه. مصيبه ايه يا سعاده البيه؟ الله لا يقدر ولا يكون. ان ما جاش حضرته يبقى عدد المدعوين 39، يعني 3 × 13، يعني نحسب الجمله. الله ينكر عليك يا استاذ نيجاتيف. انا ما اتاخرش عن هدمتك يا سعاده البيه. اعزمني انا، يبقى العدد 40. اتقندي الغور من وشي. بابا بابا، ايه رايك في الفستان الجديد؟ ايه رايك في المصيبه اللي حصلت دي؟ مصيبتك فل الشر. الشر من الصبح بيتنطط في البيت ده وبيوصل لنا تلغرافيا. اتفضلي اقري التلغراف. وفيها ايه؟ واحد عين وبيحتذر عن الحضور. معناها عدد المعازيم هيبقوا 39. 39 على 3 يبقى 13. 13. وحنا يا هاني محسن امي تتخض علي. انت مش خارجه من هنا. ليه؟ خلاص يا بابا. لا لا لا، ما تنفعش. لا تنفع. قلت لك ما تنفعش. بقول لك تنفع. ما تنفعش. تنفع. الله، هو ايه اللي تنفع ولا ما تنفعش؟ ما تفهمونا يا خلايق. الله، هفهمك كل حاجه. بصي روقي دمك. شوفي بقى يا بومبا، هلبسك فستان من عندي وجزمه من عندي واعزمك الليل عندي. ما اقدرش يا ست هانم، انا مش بتاعت عزايم، انا عايزه اروح، ربنا ما يرميكي في دقيقه. ده معروف بسيط بطلبه منك يا بومبا. كان على عيني، ده مستحيل مستحيل. مستحيل ليه؟ ده مش ممكن، ما اقدرش ابدا، ما اقدرش ما اقدرش. ونديتك 5 جنيه برضه ما تقدريش؟ ما اقدرش ازعلك. انا خايف يا بنتي يا شكريه، البنت دي تهزقنا قدام الناس لانها بنت بلدي ما تعرفش تكلم الزوات والناس الهاي. هاي هاي هاي، ده انا اتكلم مع العفاريت، اتكلم مع الشياطين. هاي اكسلانسي، انا جبت موديلات من باريس، مية تغجنان تغشيك من بايو، كلفتني تغو تغو تغو. برافو برافو برافو، اتعلمت الكلام ده منين؟ من زبان المحل اللي بيورد علينا، على راي المتى اللي ليه مخ وداني يتكلم بكل لسان. نسبة انكل انكل بعيني، خدي هلبسيها. مفيش خطل ده، قصوا عصبي شوية، تعالي معايا يا بومبا. الحمد لله العدد هيبقى 40. Thank you.
نبيل. ترلم. عمي. ترلم. يا سلام يا عمي، نزل على مخ دلوقتي بس. ايه اللي نزل على مخك؟ السقف. لا الوحش، بقى لي اسبوع وانا عاوز الحن غنوه جديده، ما فيش فايده. دلوقتي بس نزل على مخ الوحش ومعاه المفاتيح، فتح ابواب مخي وابواب عقلي. ايه الهلوسه دي؟ مفاتيح ايه وقوانين ايه؟ الساعه بقت 9:30 وسيادتك مستني المفاتيح والقوانين. يلا البس هدومك عشان تروح الحفله. حفله ايه؟ ما شاء الله، انت ناسي يا سيدنا الافندي اننا معزومين على العشاء الليله عند شاكر بيه عبد الشكور شكري. اه صحيح، انما يا عم هتتلحن، يجنن، يهوس، هسمحهولك، هتنتهش، هتنسجم، هتدب صابعي في عينيك، هكسر لك دماغك. يا جدع البس هدومك وخليك تروح الحفله بقى. والله يا عم انا مش عاوز اروح الحفله دي. ليه؟ عشان ايه؟ لان عاوز اقعد اسهر هنا واكمل اللحن عشان الفيلم. فيلم؟ انت مصمم برضه انك تعمل الفيلم؟ اعمل فيلم؟ ده لازم اشتغل في سينما، دي السينما دي بتجري بدمي. والسينما بتجري في دم حضرتك باي مناسبه يعني؟ جدك متر جولدن مير، عمتك ريتا هيورت، شجره اسلاف جدود حضرتك مزروعه في استوديو الاعراب. يا عمي ما هو الشرط؟ بقى علشان الواحد يطلع دكتور لازم تكون شجره اسلاف جدود اللي خلفوه مزروعه في القصر العيني؟ دي مساله غي. انت بتقوحني يا ولد. يلا البس هدومك قدامي. يلا انزل. وحياتك يا عم، روح انت الحفله وسيبني انا لالحاني وانغامي. الحان وانغامي المغفل بقى، انا اقضي ليله مع بيانو اسود مهبل زي ده هو عاجبني، ولا اروح في حفله هاي لايف زي دي الواحد يبص يمين ويلاقي البيضه، يبص شمال ويلاقي السمره، يبص قدامه ويلاقي العينين الحلوه لذابه، يطرطق ودانه ويسمع الضحكات الناعمه السيكا والنهوان اللي انغامها تضرب انغامك بالصرمه القديمه. الجو ده يعجبك انت يا عم؟ طبعا، لان انا احب الجمال، اموت الجمال يا اخي. لا اتحرك، خلينا نروح نشوف الجمال. وانا كمان يا عم احب الفن واموت في الموسيقى وادوب في السينما. اذا مفيش فيلم ومش هديك قرش عليه فتصرف منه على الفيلم بتاعك. لا انا اتعرضك يا عمي، انا عاوز اكون نفسي ابني مستقبلي، مش عاوز اعيش عليك على طول عمري. يا سلام، وانت فاكر انك هتنجح في السينما وتكون منها ثروه؟ من جهه النجاح انا متاكد، انما من جهه الثروه فالبركه في ملايينك يا عمي اللي حواليك. اخلص يا قليل الادب بعد عمر طويل جدا جدا. يلا قدامي بس منو 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 منو. يلا بس منو. يلا قدامي. شكريا، نبيل به أرض بيشرف. أنا جاهزة يا بابا. اعملي كل ما في إمكانك، سلطي عليه كل الأسلحة الفتاكة اللي تخليه يطب في غرابك. ما تخافش علي يا بابا. واعرفي إن نقطة الضعف اللي فيه هي ألحانه وأغانيه. اتغسلي في ألحانه وعصمي في أغانيه، خليه يغني وأمرنا لله. حاضر يا بابا. عاطف بيه ونبيل بيه فندق. احلق فيهم كده زي المخبر الغشيم. عاوز استشهد بطل الفيلم، بنت تكون كلها سحر وجمال. دلال مش لاقي. مش عاجبك ولا واحده من دول؟ ابدا يا عمي، انا عاوز بنت جنيه شيطانه تلعب بالعقول لعب، تسحر القلوب، تكون بكاشه نتاشه من بتوع تلات ورقات. هيورث نص مليون جنيه من عمه واتحكي له يا خيبه وهات رجله. الله اكبر، وحسبك انت المنى والطرب وانت المراد وانت الارب. الله الله يا دومه، دخلها بتبص بتتحرك بتلتفت يعني. حسيت علي بس يا عمي على البغاشه، على البقلاوه، على القشطه. يا سلام، مفيش كده جمال. الله اكبر، هجوم. انا عايز حد في البلاد. بلاد بصار نبيل بيه. بصار شكريا. بصار يا انكل. بصار يا انكل، يا عقل انكل، يا مهد انكل. انا متاسفه اتاخرت عليكم، بس الذنب على الوفاء. الحلاق يعني؟ نعيما يا فندم. نعيما ازاي يا مغفر يا خمسة؟ لا ده انا ما تاخذيهوش، حاكم جنابه غشيم لسه. غشيم؟ هو في احسن من الغشيم ده؟ يبقى نقطة. انا عاوزك لحظة عن اذنكم. اتفضل يا فندم. انا بسمع كتير من عمك عن مزيكتك والحانك، ونفسي اسمع لحن من الحانك الجميل. ايه اخر حاجة عملتها يا نبيل؟ الوحي المجهول. الوحي المجهول؟ يا سلام، اسمه كل شعر وخيال. كده غني لي الوحي المجهول. ايوه بس يعني يا اصلي انا مالي، غنيه لي. طيب يا ستي عشان خاطر. ميرسي يا حبوب. حبيباتي اصدقائي، هقدم لكم مفاجاه جميله جدا، غنوه جديده من نبيل بيه. من هي من هي
احيي انامي وفني. فين هي فين هي اللي طفى بيشغلني؟ من هي من هي وحي انامي وفني؟ فين هي فين هي اللي طفى بيشغلني؟ شال فكري وشغلة قلبي من جمالها من جمالها من جمالها. هي روحي ولحني حبي يا دلالها يا دلالها يا دلالها. قولوا لي مين تبقى هي؟ قولوا لي فين تبقى هي؟ قولوا لي مين تبقى هي؟ اسألها عنها يا ترى فاتت عليها ولا شافت يوم عينيها ولا باست يوم ايديها؟ واسهر وعد الليالي وتقول يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ليه يا صابر على الأيام على الأيام على الأيام يا 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 كتر أشكاني كاس الهوى قاسي شربت مع طفا انت يا ليل كاسي كن شفايفا. شال فكري وشغلة قلبي من دلالها من دلالها من دلالها. هي روحي ولحني حبي يا جمالها يا جمالها يا جمالها. قولوا لي مين تبقى هي؟ قولوا لي فين تبقى هي؟ قولوا لي مين تبقى هي؟
ادينا انا هاني بنت سعاد ترد مباشر. بنت رستم باشا انا عمري ما شفتها. رستم باشا مين؟ جميله جدا جميله جدا. دي باين عليها مهمه قوي جدا. ابوها مليونير ده صاحب بابا عن اذنك. اهلا نانا. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. كمان تغيب وشغي وحشني موت. انت اللي وحشاني اكتر يا نانا. كويس كده عجبتك قوي. خليكي كده على طول بس حسبي على الفستان. نبيل اقدم لك مدموزيل نانا بنت رستم ده. اهلا وسهلا يا فندم. وحضرته نبيل بيه اللي كلمتك عنه. هو ده مش بطل. انشانتي مومبي. اهلا وسهلا. تشرفنا يا مدموزيل. اتفضلي. لا ولا اتفضلي انت الاول. اتفضلي. انت ما تذوقيش. المدموزيل دي عظمه قوي. قدم لي شكلك. يا سلام. بس كده اتفضل يا سعاده البيت. اهلا وسهلا مدموزيل نانا. بابا اهو يا نانا. كومان سافا مون فيو؟ سافا بيان. وحضرته عاطف بيه. هلو هلو هلو. يا خرب بيت ابويا. حضرتي يبقى عمي. عمك كبر كتاكي البلد خالص. اظن ان انا تحب تقعد لوحدها مش كده يا حبيبتي؟ قومي بينا. نو 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 شيري انا احب المجتمع واموت في الهيصه مبسوطه قوي. وابوكي بقى يبقى رستم باشا ايه؟ رستم باشا بكش ده. بكش؟ حلوه النكته دي. ايوه بكش. ايوه يا اخي لقب العائله كده. عيلة بكش؟ ايوه يا فندم زي عيلة صلب زي عيلة الحجر زي عيلة المغبغان كلها عائلات محترمة. طب وزعلان ليه؟ أنستينا يا بنت بكش ده. ميرسي بوكو. أنت صغير جنتي. وأنت كمان تري ألفاظية تري مغازة. إنما يظهر المدموزين مش من مصر لأن عمري ما سمعت عنك ولا عن أبوكي هجس بكش باشا. أصل أنا وبابا كنا بنلف العالم تور دو موند. وصلنا مصر الجمعة اللي فاتت بس. إيمي فولا. أنا ملاحظ إنك تحبي تتكلمي فرنساوي كتير. أوه ده أنا لفت فرنسا حارة حارة. وإيه اللي لفت نظرك في فرنسا؟ والله اللي لفت نظري إن كلهم بيتكلموا فرنساوي كويس قوي حتى الأولاد الصغيرين. قديمة. ورحتي فين كمان؟ كنا كل أسبوع في بلد. نشتهي لأكلة مكرونة نروح إيطاليا، نشتهي لديك رومي نروح أثينا، نشتهي لتفاح أمريكاني نسافر أمريكا. وأظن رجعتوا مصر لما اشتقتوا للفول المدمس. لكن أنت لازم تعرفي جغرافيا كويس قوي. جغرافيا؟ أولا لا ده أنا قعدت فيها أسبوعين لطيفة قوي. عمي هي دي بالتأكيد هي دي. شوف نبيل وعمو مشغولين بيها ازاي. شوف لك طريقة وتخدها من هنا. اضغطها. ما اقدرش اطردها. انت عاوزة العدد يرجع 39. انا هشغلهم بالعشاء. اتفضلوا على العشاء. العشاء؟ يلا بينا. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي يا مدموزيل بكش باشا. ميرسي يا انكل. انكل؟ لا 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 امال خلي الواحد ياخد بنفسه. انت فاكراني ايه؟ عجوز. اخلص. ما في حد قالك تتكلم يا بارد ولا خد رايك؟ لا ما تزعلش ده قصدي عديك. عجوز مكرمش قوي. والمدموزيل ما تحبش العتاقي. اقفل بقك وقول انت ساكت. يلا. شايف يا بابا مش معبرني ونازل غزل في البنت الشلق دي. ايوه شايف باين عليه يحب الرمرمه. بصي لي كويس يا مدموزيل انا ما فيش في راسي شعره شايبه كله اسود. تعرفي من ايه؟ من الصبغه. اما ولا تعليم الحياه. ادفع وانت ساكت. حاضر. سيبك منهم يا نبيل كلمني انا. تسمحي عاوز اطلب منك خدمه. اؤمر يا نبيل. عاوزك تديني ايه؟ رنديفو؟ لا عنوان الانسه نانا. وعاوز عنوانها ليه؟ اصل دي البنت اللي بحلم بيها من زمان بدور عليها. يا سلام عجبتك قوي 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 قوي. انصحك ما تفكرش في البنت دي. دي بنت لسانها طويل. ما هو ده عايز الطلب. هي دي. ده ابوها غني حرب وامها من مخلفات الجيش. اهو ده اللي عاجبني فيها. هي دي. طبعا اسمك بابا. جرى ايه؟ خير يا بنتي؟ مصيبه مصيبه كبيره يا حفيظ. بعيد بعيد بعيد. سنابيل وقع له. هي دي. ده بحط لها الاكل في بقها. الحق عليك انت. انا مش عارف الليله دي راح تنتهي على ايه. بعيد 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 بعيد. الله 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 الله. ده عمه خدها تحت بطوة. اجري انت وضع يدك على نبيل بيه. اظن الرقص بعد الاكل ساعد على الهزل يا نبيل. فعلا احسن من كربونات الصودا. هيا الى كربونات الرمبا. تعرفي يا مدموزيل انك انت الليله ارتكبتي جريمه قتل. كوا 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 انا اسد. الحقيني يا مامي. طب وخايفه ليه؟ ما دام القتيل راضي ومبسوط حد يقدر يقول لك نمت. طب وفين هو المنيل القتيل ده؟ انا
انا اللي ساعه ما شفتك حسيت اني مش ماكين غسيل شبكه في قلبي. تعرفي هما ايه؟ عينيك. طب بقى خليهم شابكين في قلبك لحد ما ينشف. بعد ما ينشف ينكوي. انكوى يا فندم قبل ما ينشف ونحرق لان المكوى حاميه قوي وبتحرق. يا دي النيله. يا ده ودي انت يا طالعه مهدي النايلون وحياه ابوك تتشفيني كده ب 30 40 نيله. يا اخي كتك تدي النيله بس حل عني بقى. احل عنك ازاي يعني؟ من غير محاسن يعني من غير رانديفو. رانديفو؟ مش عيب عليك يا راجل يا عجوز يا كركوب. انت يا بابا نويل انت فاكرني مين قدامك؟ كان على عيني. انا طالب رانديفو شريف برضه. انت كان على عيني. انا عايز اصدقك. انت مش بتحب السينما؟ ايه السينما؟ احب السينما اموت في السينما. خلاص من بكره باذن الله انا هقطع لك اربع تلواش في اربع حفلات في اربع سينمات. هو ايه الاربع الواش في اربع حفلات في اربع سينمات؟ انا افتكرتك هتشغلني في السينما. الله انت عايز تشتغلي في السينما؟ ده كله منايسنك. ايه نفسي افتح عين واغمض عين الاقي نفسي من كواكب الشاشه البيضاء. يا ريت يا ريت يا ريت قوي يا اسمكي. اشغلك في السينما يا اسمكي. صحيح. واقدمك لكبار المخرجين في الشرق يا اسمكي. بس على شرط. شرط ايه تاني؟ اني اعمل لك ايه؟ امتحان. امتحان بس كده حالا. بتجيب الجنون وانا احب الجنون. في دنيا الفنون دنيا غزل دنيا احلام دنيا امل الانغام. بيقول الفنون بتجيب الجنون. والآن تطفأ الأنوار وترفع الستار على سيد الدرام يقول في الظلام. إيه يا ضرية يا مراتي الشبان زي العفاريت وشرف البنت زي عود الكبريت وأنا خايف على ثانية من الذئاب البشرية وإن وقعت البلية راح تقع عليكم وعليا. هي دي. آه وعليا وعليا. والتحية الفرفشة وفكركم نسهر مع مين غير اسماعيل الحلو ياسين. سلام عليكم ياللي مرتك في تلات بشر وغرضها تشوف ليلة القدر. عاوز يا اخويا اجيب لك عيل فشر النايلون ولا البد. هات يا سيدي تبص عليا وتتوحم على بقي شوية. باقي مكتوب على بقك. اسمع. ممنوع لصق الاعلانات. تكنون باون هبخ بايخ. مكتوب على بق. اشمعنا؟ ممنوع التجاول. من فوق لتحت من تحت لفوق من فوق لتحت من فوق لتحت
ودهشة هيلة جنان هيا ريج. يا سلام، مفيش كده في الدنيا. انت كنت فين وطلعت منين وانا كنت غايب عنك فين؟ تعال يا حبيبتي تعال. عجبتك بقى في الامتحان؟ هتشغلني في السينما بقى يا اسمك ايه؟ كويس قوي، بس الامتحان هنا ما ينفعش لانها صغيطه وزنبليطه وانا راجل احب امتحنك على هدوء. يعني ايه بقى؟ يلا بينا على هناك بقى. قديمه العب غيرها، كان على عيني. بس طبعيني ما تضيعيش منك الفرصه، خدي مفتاح الشقه اهو، العنوان نمره 21 شارع علي بابا والشقه نمره 8. لا لا لا، خلي مفتاحك معاك. انا حلفت والله العظيم لا تجوخ، انا معايا غيري معايا غيره، بس خدي نتقابل هناك الساعه 1 وانا هسبقك وانت تجيني بعدين. عمي عمي عمد دبب، انت يا واد مش هتبطل تطب عليا في الاوقات الغير مناسبه كده؟ هو عايز ايه؟ مين عايزني؟ انا مش عاوزك، تليفون اللي عاوزك. مدمازيل نانا ما تحزنيش، انا هغيب عنك دقيقه واحده. مفيش مانع. واحد احب اقول لك يا مدمازيل انك ارتكبت الليله جريمه سرقه. تاني؟ هو نخلص من جريمه قتل تجيني جريمه سرقه؟ كان على عيني، واظن حضرتك اللي انسرقت. تمام، اول ما شفتك ما لقيتوش، حسيت انه طلطش مني، اتخطف اتهف. وهو ايه اللي اتهف؟ ألم باركر؟ لا مش ألم باركر. عقلي. بسيط. طيب ألم رصاص؟ بسيطه بسيطه زي هاني، ده العقل في الانسان زي الدركسيون في العربيه، هو اللي بيوجه البني ادم، هو اللي بيمشيه. انا من اول ما شفتك حسيت اني من غير دركسيون، من غير عجل. طب زق عجلك بقى. ازق ازاي؟ ده انا هفرمل هنا. من فضلك اسمعيني شويه. سمعنا. انا كنت راسم في خيالي صوره للبنت اللي تلزمني، اتعرض عليا بنات كتير وقليل ما لقيتهمش زي الصورة. أول ما شفتك لقيتك أنت الصورة، والصورة أنت. عيني قالت لي هي دي، قلبي قال لي هي دي، قمت أنا قلت هي دي. ثم بعد زلوكة. بعد زلوكة أنا فنان، واكتشفت فيك فنانة عظيمة، ومتأكد إنك غاوية الفن. الفن، أحب الفن، أموت في الفن. إذا نموت سوا، تحبي نتقابل إمتى عشان نتكلم عن الدور اللي هتمثليه في السينما؟ إيه؟ سينما؟ ده حنايا، ده منايا. اسمع ما أقول لك، قابلني بكرة في محلة أزياء ست البيت. مش معنى ست البيت، المناسبة. لا لا، مش قصدي، أصل أنا هكون هناك الساعة 9 صباحا عشان أشوف كده شوية موديلات. أنا ما أقدرش أستنى لحد بكرة، لازم نتقابل الليلة ونتفق الليلة. إيه رأيك لو نزوم الحفلة ونروح نقعد في حتة هادية؟ بقى كده، مفيش مانع، أنا عندي شقة خصوصية، جواها شعري وأنوارها حمراء، هادية ومفتاحها أهو. المفتاح؟ هي دي، الحقيني بالعنوان. العنوان؟ العنوان يا سيدي شارع علي بابا، نمرة 21، شقة 8. الساعة كام؟ الساعة 1. الليلة دي؟ طبعا الليلة، اوعى تتأخر. أتأخر إزاي؟ ده هي دي. الساعة 1 بقى. الساعة 1 ده هتلاقيني من امبارح موجود. أنا وأنا عمالة أفتش عليك. في حاجة؟ تسمح تيجي معايا. عن إذنك. هي دي. نبيل انا خايفه عليك من البنت دي، دي بنت نصابه. نصابه؟ يبقى هي دي. اهلها مشبوهين والبوليس مراقبها. بوليس؟ هي دي. اخس عليك وعلى ذوقك، باين عليك بتحب الغمغمه. اموت في الغمغمه والغمغمه. سيادتك الكذاب، حضرتك غشاش مقلبجي. ليه بس يا عم؟ بقى اليوم بشرح في التليفون عمال اقول الو و200 الو ولا حدش رد، بتعمل لنا في سيادتك؟ ابدا ابدا والله يا عم، لازم اللي طلبك قفل السكه. قفل السكه؟ كانت كداهية. اقفل بوقك انت من سكات. جيل زي الزفت، ذرية فاسدة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا بعد 12 من 5 واخد بالك؟ واخدة بالي. احسنت قوي قوي قوي. الساعة دلوقتي بقى 12، واخدة بالك؟ واخدة بالي. شايف يا بابا؟ كأنها صاحبة الحفلة واحنا اللي معزومين عندها. ما هو البركة في اقتراحاتك المهببة. البنت دي لازم تخرج من هنا حالا، على حطها. طولي بالك، أنا هطردها لك بصنعة لطافة ويبقى العدد 39 39 زي بعضه. بعيد 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 بعيد. يا أنيسة نانا، يا أنيسة نانا. كلمي أنيسة نانا. مين أنا؟ طبعا أنت نسيتي اسمك ولا إيه؟ لا أبدا ولا حاجة. نعم في حاجة؟ جه تليفون من سعادة الباشا أبوك بيقول إني في حالة خطيرة جدا وعاوزينك في البيت حالا. إيه؟ بابا؟ ويلاه؟ أبي؟ بابا؟ أبدا ماي فاد، ارحموا يا إله السماء، لقد هددته الآلام وزعزعته الأوجاع. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحالة خطيرة أوي أوي. يلا بقى يا ست نانا، روحي شوفي أبوك وخلصينا بقى. ما أقدرش أشوفه بيتقلب
ما اقدرش اشوفه. بيقول اه حرام يا اخوان، لا يستحسن انها تفضل هنا. يستحسن ازاي؟ لازم تروح تشوف ابوها، مش هيجوز يموت. ايه يموت؟ الله ويلاه ربها. ما تسيبها يا ولد. اسيبها بس ازاي يا عم؟ لازم اوصلها. توصلها لاي حق يا بارد؟ حبا في الانسانيه. حبا في الانسانيه؟ ومفيش حد بيحب الانسانيه غيرك انت. انا بحب الانسانيه. سيب اقول لك انا بس بموت في الانسانيه. انا عاوز اوصلها بس يا عم. يلا بينا. يلا شايف يا بابا؟ دول بيتخانقوا عليه. مجانين ملاحيس. سلامتك. الساعة بقت 12 وتلت. شدي حيلك، بقت 12 ونص. خدت الاتنين وخرجت. قوي. بعيد 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 بعيد. أين أنت يا بابا؟ الله دي بتضحك. لازم حصل لها خلل في علامة صدمة. يا حضرة دي نمرة بابا دي العيانة، موضبها مع الفرد شعفر عشان أزغم الحفلة. يا بنت الجنية. تحب اوصلك بعربيتي؟ نو نو نو، انا عربيتي تحت امرك. نو 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 نو، انا عربيتي موجودة. الله اسمه ايه سواق؟ امال فين الشوفير؟ لازم راح نتعشان، هاخد تاكسي. ايوه تاكسي. ايوه تاكسي. تاكسي احسن. تاكسي تاكسي. في تاكسي انا عاملها. ايوه تاكسي. اتفضلي. ميرسي. رفار عتبي. رفار حصلين. رفارنا بالبيت. رفار ححصلك. اتفضلي. باي باي. باي باي. مع السلامة. باي باي. ايوه اتفضلي. يا سلام جنان. حوزة معجونة بالفن. محشية بالقشطة. الله ازاي هنا يا استاذ فندم؟ ما روحتش ازاي؟ انت لسه هنا يا عمي؟ الله انا عندي مشوار مهم. يا سلام، عمرك اطول من عمري. انا عندي كمان مشوار مهم جدا. يلا اتفضل. مع السلامة. مع السلامة يا عمي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. اتفضل يا فندم. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. الموسيقى
أول ما كلمني قلت له الله، وأول ما ضحك لي قلت له آه. أنا استخفيت دمه. أم هو استخف عقلك؟ فأشر ده أنا جننته، ده أنا خليته هو بقية المعازيم عباسية. ربنا يشفيكوا جميعا. ها وبعدين؟ أقول لك الحق، عجبته قوي وهو عجبني جدا. بس خايفة، خايفة يا بنتك يا بنت خالتي. خايفة من أي روح بنت خالتي؟ اصل شكريه هانم قدمتني له باسم نانا، بنت واحد باشا كبير، ومش عارف اعمل ايه دلوقتي. لازم اقول له على الحقيقه. يا خيبتك يا خيبتك، دي الحقيقه مره. اوعي يا بنت، اوعي يا بنت تغلطي وتقعي بلسانك وتقولي له على مركزك في الهيئات الاجتماعيه. خليك وراه، اثبتي لحد ما تعملوا قلبه زي الغويشه في ايدك، واخده بالك؟ وبعدين مش هيقدر يطلع منها، وفي هذه الساعه لا يستطيع ان يتقهقر. مظبوط، عندك حق، لا يستطيع ان يتقهقر. في حبك تبللي والدنيا من زيت فيها نار، عايزة تملي وامور حريقة يطفيها. وعدي وعدي. الله أكبر. لازم هي، انا هستخبى واعمل لها مفاجأة. أنا جيت هنا لأن اللي هنا قالوا لي أقابلهم هنا. لا يا فندم، أنا صاحب كل شيء هنا، أنا أمتلك كل شيء هنا. حتى اللي ساكنة هنا؟ مين هي اللي ساكنة هنا دي؟ الأنيس هنانة بنت باكش باشا. لا يا فندم، الشقة دي بتاعتي أنا. لا يا فندم، الشقة دي بتاعتها وهي اللي ادتني المفتاح. نانا اللي ادتك المفتاح؟ أيوة، وقالت لي أقابلها هنا الساعة واحدة. تقابلك الساعة واحدة؟ أيوة. تعال 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 اشرب في صحة أكبر حمارين في العالم. هما مين الحمارين؟ حضرتي وحضرتك. أنا مش فاهم حاجة أبدا. ما هو المفتاح اللي خدته سيادتك من ست نانا، هو ده مفتاحي أنا، أنا اديته لها. ودي شقتك؟ آه شقتك أنت؟ أيوه. لكن أنت إيه اللي خلاك تطب وأنت بتقول على الحب والستات كلام فارغ؟ اللي خلاني أطب غرض شريف طبعا، كنت عاوز امتحن مواهبها الفنية. وانا كمان كان قصدي كمان امتحن مواهبها الفنية، لكن طلعت بنت حنت كلها مواهب. دي قلة ادب، دي خفة دم، دي بنت غشاشة زي البغاشة. انا قصدي شريف. وانا اشرف من ابوه. انا هفرقع منها، هطرشق منها. لكن انا مبسوط منها، انا متكيف منها، دي بنت جنية. جنية؟ انا هعرف ازاي ادخلها في ام واخلص طارك وطاري منها. بس هتقابلها فين؟ اه صحيح، هقابلها فين؟ معرفش عنوانها. اه يا نار، لو اعرف هي ساكنة فين. اخ افتكرت، هي قالت لي انها بكره هتكون في محل ازياء ست البيت. يا خوفي لا اكون مقلب بيت محضراه لجنابك. على كل حال انا من الفجر هكون على باب المحل. اتفضل يا هاني. لا مفيش حاجه احسن من كده. من فضلك يا ماما. نعم يا بيه. عايز جواني؟ حاضر اتفضل. مستك زمان اتنبيل جاي مستك، وانا خايفه يشوفني بيها للزباين. مش مال ايه ده مزيه؟ نعم. عايز جوانتي تديلي وشراب؟ اعمل لك ايه؟ ما هو جوانتي رجلي، انت ما قلتليش عايز جوانتي ايه؟ عايز جوانتي يد رجال. اه حاضر، قلبي بيطب قوي يا مستك. ما تخافيش امال، واديني لك ماشي بقى. الله الله. اهو جاي. الحقيني يا مستك يا بنت خالتي، مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه؟ تديني جوانتي وتخلصيني. ما عندناش جوانتي يا كبرنا. بيع عيني يا اخويا المجانين دول. استخبي يا بنت اهو. طلع المريض.
الاوضه. اتفضل يا هاني، حاجه حلوه قوي، حاجه شيك خالص. لا مفيش من احلى من ده شويه. هاي يا بنت. هلا انا بالبيت. هلو، بونجور مادموزيل نانا. احب البنانة. اخيرا وجدتك، بقالي ساعة ابص في وشوش حلوة ووشوش مكعبرة. وعلى ايه الهوسة دي كلها؟ علشان اعدبك على المقلب الوحش اللي اديتهولي. كان سبريس حلو، مقلب لطيف. لطيف قوي، شربات قوي. هو ايه ده؟ القماش يا سعادة البيت. يلي عرفت تنقي يا هاني، يلي بتفهمي في البضايح كويس يا هاني. انت ظنك فيها بطالة، بالعكس انا مش من الناس اللي وشهم لون وقلبهم لون، انا كل لون واحد. وعمر ما يبحث في الغسيل. هو ايه؟ القماش يا انا لو كان لي اي قصد تاني كنت قلت لك بصراحه، انا ما بخافش ولا بيكشش. هو ايه ده؟ القماش برضه يا انا مش عايزه الهانم تفرط في القماش ده ابدا. ايه يعني عاجبك؟ عاجبني قوي قوي، ده يعجب الباشا. لكن غلى عليا. الغلى يرخص لك يا روحي، ده بيقول لك تعاليلي خدين اشترين فصليني، ده يعيش معاك العمر كله من غير نفتالين. افعها. ايه هي يا سعادتي؟ العيد اللي على وش الفنجان بعيد بعيد. ما بس بقى يا بابا، خلينا نخلص بحكايه بومبا. بقى البنت بومبا الملعونه دي عملت كل ده؟ كل ده وبس؟ دي ما تربتش ابدا. تصور ان ظبطتها تسرق ازازه اودو كولونيو من عندي. سرقاها؟ وسرقت ازازه ويسكي بالبوفيه. ويسكي؟ ده انا هخلي نهارها اسم. ده مش كفايه، لازم تترفت من هنا حالا. دي اقل طرديه تعملها لنا، والا هنضطر نقطع معاملتنا مع ازازه البيت. يا خبر، وانا عندي كام زبون زيك يا هانم، هطردها حالا قدامك، هرميها تهون في الشارع. دلوقتي سمحتي لي معايا، لان انا عندي مفاجاه هايله ليكي. متاسفه انا بالبي، اصل بابا بيستناني في البيت. يا هانم ده اوكازيون، انتهز الفرصه. يا بومبا، يا زفت، يا قطران، اسنديني. اجمدي. ايه مالك مدموزيل نانا؟ لا ابدا ولا حاجه، بس الدخت شويه. ربنا يدوخ اللي دوخ، عن اذنكم. يا بومبا، يا زفت. افندم عايزها ليه؟ انا في الخدمه. عاوزها علشان اخرب بيتها. تخرب بيتها ده ايه؟ كل واحد يتكلم على قده. انت ما تعرفش ان بومبا هانم اتخطبت لنبيل بيه المليونير؟ المليونير؟ طبعا، ما انت شايف واقف جنبها ازاي؟ يا كبد عليها، ما هانش عليها تاخده وتخرج بره تجيب حاجتها، كانت هنا عشان تدفع المحل اللي اشتغلت فيه. يا سلام، بنت اصل تمام فيها الخير. طبعا بنت اصل وفيها الخير، تعا سلم عليها، تعا بارك لها، تعا جر رجلها بكام الف جنيه. اتفضل. مش فاهمين في ايه؟ المدير. سعاده البيئه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا تشرفنا يا هانم، نورت المحل. الله ينور عليك يا هانم. انت تامر في ايه يا هانم؟ حرايل، تواليتات، جزم. انت تلبسي 36، الجوز ده يعجبك؟ وهي هتلاقي جوز في جماله. نلف يا هانم. لف لف. الشرب الجميل الحلو ده، نلف يا هانم. لف لف. ازازة الريحة الجميلة دي نلفها يا هانم. لف لف. ثوب القماش الجميل الحرير ده نلفه يا هانم. لف لف. تسمحي تدينا العنوان علشان نبعت البضاعة لحد البيت؟ مش مهم يا هاني، انا عارفة العنوان. صحيح؟ ايوه. طيب يلا بينا بقى. يلا بينا. وسعادة البيه هيبعت شيك بالحساب. يا فندم المحل كله تحت امرها. انا متشكرة قوي قوي يا حضرة المدير، انا مش هنسى لطفك ولا زفك ابدا. العفو يا فندم، انا خدام السيادة يا فندم. مع السلامة يا هاني، خلي بالك من البضاعة يا هانم. كيف؟ ايوه. مع السلامة يا هانم. ميرسي. الله، نبيل وسعيدها. ومعاها نبيل. انا هتجنن يا بابا. تعال هنا يا حضر. نعم يا سعاده البيت. انت رايح تطردها وتهزقها ولا توصلها لحد الباب وتبوس ايدها؟ هطردها ازاي يا سعاده البيت؟ ده اصبحت زبونه مهمه جدا بخطيبه نبيل بيه المليونير. خطيبه نبيل؟ اسند يا بابا. ما تشيله. اتفضلي اوصلك عشان عاوزك في حاجه مهمه قوي. لا والله هنا بالبي فرصه ثانيه ان شاء الله. كنت تاكل قوي. فرصه ثانيه ازاي؟ خلصت تسيف العربيه؟ ما اصل ما اتفضلي يا اتفضلي. بونجور مونبي. ايه اللي جرى كان؟ تسمح تنزل من العربيه؟ انا ما انزلش، انت ما تركبش معانا. ما ركبش ازاي ولا معقول؟ اسمحي بقى، نوصلك فين يا مدمازيل؟ ايوه في البيت طبعا. البيت فين يعني؟ البيت فين؟ البيت هناك، هناك في اسمها دي اسمها الزمالك. الزمالك. سوق الزمالك. سوق الزمالك. قالوا لي فين الجمال؟ قلت الجمال جنبي سايق عليا الدلال. يا خسارة يا قلبي. ايه؟ ما تزعلش من البيت، سعادته قصده نبيل، والذنب ذنب عينيه، بتحب كل جميل.
لو شاف قوام مياس يفضل يقول يا ناس الحزن جنني، وان شاف عيون حلوة يعمل لها غنوة مطلعها عنني. اوه لا يا خالي، الدم دم تقيل ودم خفيف، ارحم عبيدك من اللي دمهم يا لطيف. ايه؟ وايه ليه او علشان ايه؟ والبي كلامه جميل وظريف، ما ياخدش على خاطره من البي الا اللي دمه صحيح يا لطيف. والدم ده اصنام تقيل وبيتعكر، والدم كله خشاب لطيف وفي سكر. اوه لا ادي الكلام العسل شغل الحوامديه، ياللي كلامكم بصل اتعلموا شويه. بعدين بقى في ساعة البيه المرة دي رد انت عليه. رد انت؟ لا رد انت. لا لا رد انت. اقول لك يسيبك منه؟ من امتى انا بسأل عنه؟ ايه؟ اهو خد على خاطره ولا جاش على فكره ان احنا الاتنين بنحبه، وقصدنا نريح قلبه ونسيبه يسرح في خياله، يمكن ينقول للي بباله. على فكرة كان بدي اقولك. على ايه مظلوم؟ من قبل ما عينيا تشوفك كان بالي مشغول، كان بالي مشغول، كان بالي مشغول. ولما شفتك ولقيتك ارتاح بالي، واتحققت لي بغمضة عين كل امالي، كل امالي. مش ده بيتكم؟ طيب مع السلامة يا جميل. باي باي. مع السلامة. باي باي. سلام. اسمعني. قدال العصب خاب والعبيص صار. فاشر ده انا اللي هطيرها، هوديها في داهية، هجيب لها مصيبة اوديها السجن. دي بنت عفريت، دي بنت شياطين، دي تنفذ من مليون تهمة. انا هبلغ البوليس انها سرقت الفستان اللي سلفته لها ليلة الحفلة، ولما هيفتشوا بيتها ضروري هيلاقوه وتاخد لها 6 أشهر. يا سلام على افكارك المؤذيه، انت بنت حلال ضل على ابوكي. محافظه بونجور مانشير ماما. ايه يا بنت اللي عوج لسانك بالشكل ده، ما كنت زينا. لا قصد اقولك نهارك سعيد. طب يا اختي كلمي بالعربي، لازم بالخواجات. يجازيك يا بنت والله. عاد النهارده تقولي لي بنجور، بكره تقولي لي روزبيت، بعده تقولي لي كلمات. يجازي شربطات. يا نهارك المنين بتاعي يا بنت هم، جبت منين الشياكات دي كلها والفروه الزواتي دي؟ انطري قولي اوامك، من اين لك هؤلاء؟ اشتريت. اشتريتيهم ولا سرقتيهم؟ فاشر ليه، هو انا حراميه؟ قطع لساني اللي يقول كده. معلوم قطع لسانه 1000 مرة. ايه اللي جابت بدر؟ اصل طردوني من المحل. طردوكي؟ لازم ظبطوكي ثم طردوكي ومسيرك تروحي في حديد. اهو ناقص علينا المباحث والنيابه والكراكون. روحي افتحي الباب بيخبط، اتحركي شويه يا اختي، هز طولك. يلا اخلصي يا دهوتي. بوليس العيني يا ماما. يا بصيتي يا خرابي، يا جتتي اللي اتلبشت يا ابي. فين المدوى بومبا؟ انا في حاجه. طمني وريح قلبي يا ظابط بي، هي سرقت حاجه من المحل؟ لا، لكن اتقدم لنا بلاغ من شكريه هانم بنت شاكر بي عبد الشكور شكري، تتهم فيه بومبا بسرقه فستان سواريه، واحنا عندنا امر من النيابه بتفتيش البيت. لا يا حضره الظابط جذابه، انا فقيره لكن عيني مليانه. على كل حال لازم نفتش البيت. فتشوا البيت، اقلبوه من فوق لتحت لتحت لفوق، اهو في حاجه هنا ولا هنا ولا هنا. من فضلك سيبينا نفتش البيت بمعرفتنا. خش اتفضل اهي، قلت اهي خش فتش. ليه هو انا خايفه؟ قال يعني خايفه؟ قال خايفه. الحقيني يا عمه.
حلم سكر اللي جت لنا في علم الوصول. ما تخافيش يا ام، خليهم يفتشوا زي ما هم عايزين. الفستان سواريه ليه؟ هو احنا وشي زلوكة؟ كان على عيني. الفستان اتكوى واتنضف اهو يا ست بومبا. خليتولك حاجة قلشتة قوي، جايلك هوا اللي كلك قشطة يا بلاوة حاجتنا. ايه ده يا ست حازمي، بوظت المكوة. الأرض أمرنا لله، نروح لكويت تاني بقى. مفيش فستان بالاوصاف اللي بلغت عنها شكرية هاني. فاشر، ده احنا ما نلبس كريب شين بالحرام ونلبس كريب خشب الحلال. انا متاسف، ده يظهر انه بلاغ كايدي. نهاركم سعيد. اه بلاغ كايدي. طيب ده الحوار دي شكرية هاني دي في داهيه، هنرفع عليها قضيه في مجلس الدوله، هناخد رد شرف، هناخد تعويض، هنسحب منها رتبه الهلم ونخليها شكرية حال. يا اختي جراهي يا جماعه، ايه الزحمه دي كلها؟ زفه عقبال عندك. جايين هنا ليه وعشان ايه؟ كانوا بيفتشوا البيت يا عن خالتي. بيفتشوا ليه؟ في مخدرات؟ مخدرات انت كمان، دي شكريه هانم قالت للبوليس ان انا سرقت فستان سواريه. وهي بومبا محتاجه الفستان شكريه هانم؟ طب ده نبيل بيه اشترى لها شويه فساتين وحاجات ملهاش اول ولا اخر. نبيل بيه؟ نبيل بيه ده يبقى ايه يا بنت مضروبه انت؟ اسكت يا خالتي، ده جدع حليوه وابن زوات اصلي. وش لم ابن الزوات على بنت المقاش؟ الحب يا خالتي، الحب. يا اخي ان شاء الله يحبك حنوتي ويشيلك انت وهي. هو احنا بتوع حب يا ست بومبا؟ عايزه تعرفي الحب عشان تفضلي ليل ونهار تقولي اللي اسست وهدات. ده غني غني وعند اموال تتكيل بالكيله. يا بوقك اللي بينقص صوتك. مدام غني ينظر في امره. يا مليون اهلا، يا دش مليون سهلا. انا مش هتجوز نبيل بيه بس. اخرصي، هتتجوزيه ورجل امك فوق رقبتك. انت في ذيك الساعه لما تبقي مرات واحد صاحب سوابق في بنك مصر. ييه يا ست، ما هيعرفني على حقيقتي مش هيرضى يتجوز. ليه بقى؟ لان عرفني في الحفله باسمي انا هانم، وابويا بكش باشا. بكش؟ اه بكش مال. لازم على كده قلت له ان امك اسمها اوانطه هانم. طب وليه التزويد ده كله يا بنت 60 بكش؟ انا هكتب جواب لنبيل بيه واقول له فيها على الحقيقه كلها. تبقي مجنونه، تبقي وش فقر. ده انت لو كتبتي له يكتب لك محضر في الايه؟ حد يجي له العز والهنا ويقول له متاسف. بس شوفي يا ست، العز والهنا ما يبقى لهمش طعم لو يجوا عن طريق الغش والك. فين قلب ناس؟ الجزء الأول أول مرة. فين قلبي؟ فين قلبي يا ناس؟ دلوني 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 عليه. تهمني مني خلاص، وازاي ازاي ازاي الاقيه؟ فين قلبي يا ناس دلوني عليه. وكفونها النايمة أسرتني، حسيت بالقلب اللي فايتني، خد عقلي معاه وشرد مني. دورت ما بين سحر كفونها، قالوا ده هربان جوا عيونها، وعيونها دي بحر أتوه أنا فيه. فين قلبي يا ناس دلوني عليه. شفت قوامها بيتمايل سكرا بجماله ودلاله،
قلت ده قلبي في هوا مايل، وان كان كده يبقى هنياله. حبيت اطمن واسالها عن قلبي، ضحكت قلت لها ده شربني الكاس وانتي سقيتيه. فين قلبي يا ناس دلوني عليه، اسأل عنه شفايفها قالوا مخبي في ورد الخد. قربت لشفايفها قطفها، منعتني بنظرة سام العين. خلتنا احتار ما بين نارين، خلتنا احتار ما بين نارين، نار شفايفها ونار الخدين. والقلب لهيب الهوى يكويه، فين قلبي يا ناس دلوني عليه. انت معجزه القرن العشرين. احسنت قوي يا استاذ. ابداع، اعجاز، برافو. وكلمه برافو لما يقولها الاستاذ عادل نجاتيم المخرج السينمائي الرائع اللي هو انا يبقى لها قيمتها. متشكر قوي يا استاذ عادل. نو نو نو، انا سمعت منك اللحن ده قبل كده، لكن المره دي كانت الانغام طالعه من قلبك، كان الفن طالع من عينيك، كانت كل كلمة طالعة وروحك طالعة معاه. ده له سبب يا أستاذ. البطل اللي كنت دايرة فتش عليها أخيرا لقيتها، مدهشة، مذهلة، معجزة. أول ما هشوفها هتقول هي دي. سلمني الأستاذة دي وأنا هعمل منها معجزة فنية تهز الشرق الأقصى والشرق الأوسط والشرق الأدنى والشرق الذي لم يشرق بعد. وده من ستيف المخرج السينمائي الزائع الصيت اللي هو حضرتك. شكرا ثم شكرا ثم زائد الشكر. بس الحقني بحضرة المنتج عم. سلام عليكم. وعليكم. الله مالك ملخبط مزاج سعادتك كده بالشكل؟ مش عارف اعتر فنان. الله انت مش لاحظ ان في ضيوف عنا انا؟ انا مؤاخذ شكري هاني. اهلا وسهلا. احنا جايين لك مخصوص يا نبيل بي عشان نعترف لك بالحقيقه. خير ان شاء الله. احنا جايين نفتح عينيكم قبل ما تقعوا في الورطه الفظيعه دي. ما وقعنا واللي كان كان. قصدك ايه يا شكري هاني؟ قصدي البنت اللي قدمتها لكم باسم نانا بنت بكش باشا، لا هي نانا ولا ابوها باشا. دي بنت نصابه وبتشتغل في محلات ازياء ست البيت واسمها بومبا. بومبا؟ اسمها بومبا؟ اما اسم لطيف. وانا اللي لبستها وهيأتها وعزمتها علشان المعازيم كانوا 39. 39 على 3 يبقى 13. بعيد. وعرفنا من المحل انها ساكنه في حاره بلدي اسمها حاره البيض والكحك. سامع يا ابن المقرمش. بقى حضرتها فقيره وغلبانه وساكنه في حاره البيض والكحك. البيض والكحك دي على كده فقيره دق. هي دي. وانا اللي كنت دايخ على عنوانها. متشكر جدا، متشكرين جدا جدا جدا. عادي يا عمي. على فين يا ولد؟ على حارض البيض والكحك والصميات. يا حبيبي مالك سعيد يا فندم؟ نهارك سعيد يا فندم. بونجور. من فضلك مش لابت الانسه بومبا؟ يا اهلا وسهلا، ياد النور اللي هل، ياد القمر اللي طل. اهلا وسهلا، اتفضل. لا الله فضلك، متشكرين، ممنونين. ما تحزناش على الزياره المفاجاه دي، احنا طبينا عليكم من غير لائحه ولا دستور. العفو يا سيد الملاح، استغفر الله يا شربطات، يا لموناتا، يا كاكولا متلجه. مش ده برضه بيت الانسه بومبا؟ ايوه يا سيدي، بيت الانسه بومبا، وانا المدام ام الانسه بومبا. بنت خاله الانسه بومبا. احب البومبا واموت في القنابل الذريه. بقى انا جاي هنا عشان اتكلم معاكم بخصوص الانسه بومبا. بومبا خدامتك، اتفضل. الطلب ايه يا عظمتك؟ وبنت خاله الانسه بومبا جريتك تامر بايه؟ شباك لبان عبيد وملك ديه. انا عاوز بومبا وموافق على شروطكم ومستعد ادفع لكم كل اللي انتوا عاوزينه. هو احنا نقدر نتاخر؟ ده احنا نشيلها لك على دماغنا ونوصلها لك لحد البيت.
يا بختك. لكن بس لازم تعرف يا نبيل بيه ان بومبا من عائله قديمه في الفقر. انا ما يهمنيش ان كانت فقيره او غنيه، انا اللي يهمني انها تكون مطيعه وتسمع كلامي. هتكون خاتم في صباع من ايدك دي لايدك دي. تقعدها في الشمس ما تقولكش حران، تقعدها في الظل ما تقولكش بردان. عظيم، يبقى اتفقنا، انا مستعد ادفع لها 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ وعلشان ما تغيروش رايكم او ترجعوا في كلامكم، انا احب اكتب العقد دلوقتي حالا. نكتب يا اخويا دلوقتي حالا يا ضنايا. بنت يا مستر. نعم يا خالتي. اجري اوامك على عمك الشيخ حسن، قولوا له يجي يمضي العقد. حاضر من عينيا. يا عم الشيخ حسن، يا عم الشيخ حسونه. من تلك التي تنادي باسمنا الكريم؟ انا مستكة يا عم الشيخ سنسن. تعال اوامك وقت معدى فترك وقلمك وقت الشغل كلها. دقيقه واحده، دفاتري واقلامي وعدتي تحت امرك يا مستكة. الشيخ حسن ده يبقى مين؟ يمكن شيخ حارتهم، يمكن قريبهم، والله اعلم. تعالي يا بومبا تعالي، مكسوفه من ايه بس؟ انت ما تعرفيش نبيل بيه. بومبا. ايوه بومبا، مش نانا بنت باشا وبنت بيه. انا فقيره وعيلتي فقيره وساكنه في البيت الفقير ده. كل ده ما يهمنيش، بنت باشا بنت بيه، المهم عندي ان انت البنت اللي بدور عليها ومش ممكن الاقي زيها. كل الاحبه اتنين اتنين، وانت يا قلب حبيبك فين؟ نحن هنا. انت؟ انت مين؟ النمس. النمس؟ من نمسة؟ لا، من القلعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا دخلتك الحلوة يا شيخ حسن الصادق. يا مجمح شمل الحبايب يا شيخ حسن، شوف شغلك يا شيخ حسن. وحضرتك تبقى الطرف الأول؟ أيوة فندم. يا أهلين وسهلين، يا ألف مبروك عليك. الله يبارك فيك يا عم الشيخ حسن. إن شاء الله يكون زواج سعيد وموفق يا ابني. زواج؟ زواج إيه يا أستاذ؟ زواجك بالآنسة بومبا. لكن أنا مش هتجوزها. سلامة عينك يا دجادة، أنت مش بتقول عاوز تكتب العقد؟ طب ما إحنا جبنا لك المأذون تكتب العقد. صحيح، أدي العريس وأدي العروسة وأدي المأذون. يا إخوانا أنتوا غلطانين، أنا مش قصدي عقد زواج. أمال قصدك إيه؟ عقد إيجار؟ تقريبا. أنا هاخد الآنسة بومبا لمدة شهرين وهدفع 1000 جنيه. قبي أنا اللي النهاردة هاخد فيك سنتين. وهو إحنا وشي زيك ده؟ النهاردة وعدتك طين. سنتين مش كفاية هاخد فيك تأبيدة. تأبيدة مش كفاية، أنت تاخدي فيه إعدام. إديله يم، هو فاكرني مين؟ عشان فقيرة أو ما بيع شرفي؟ كان على عيني. يا إخوانا بس افهموني كويس، أنا عاوز بومبا تشتغل معايا في فيلم، في السينما، يعني عقد عمل. أمال كنتم بتندهولي ليه؟ ما تجيبوا لكم مأذون من مترو جولدن ماير. خيبة الله عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا وشك النحل يا شيخ حسن، يا خرجتك الظلام يا شيخ حسن. أنا متأسف يا بومبا على سوء التفاهم اللي حصل. وأنا متأسفة جدا إن أقول لك اتفضل اخرج بره. بره؟ أيوة، خيبت أملي. إن شاء الله يخيب أملك. بس افهميني يا بومبا، أنا ما عملتش حاجة تزعلك. اخرج بره، كسرت قلبي. إلهي تنكسر رقبتك. لكن أنا بعرض عليها المجد والشهرة والفلوس. أموت الفلوس. أنا مش عايزة منك حاجة أبدا. يلا اتفضل، مع السلامة، اخرج بره. والمجد؟ مجد بره. والفلوس؟ بره. طب الشهرة؟ 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 جبنا الشيخ حسن. لا كتبت كتاب يا شيخ حسن ولا محضر حتى يا شيخ حسن. يا سواد اسمتك يا بنتي. يا بنتي بطل العاده دي، الرب جديد. عجل سوء تفاهم غريب قوي قوي. الله، عمي ايه اللي جابك هنا؟ طلبوك وبهدلوك وشخلعوك ولعنوا ابو خاش اللي خلفوك. حصل؟ حصل حصل وصل يا فندم. بس يا حيوان انت نبيل، انا هجيب لك بومبا وشغلها معاك في السينما. هتشغلها بس معايا ازاي يا عم؟ بالفلوس، كل الناس تحب الفلوس. ما عرضت عليها 1000 جنيه بس هم فاهمين غلط. طلعت ال 1000 جنيه؟ هطلعهم منين معيش؟ لكن انا معايا محفظتي اللي هتتكلم، مش انا اللي هتكلم. ما اظنش يا عم. انا اظن ونص كمان، انا طالع لها، اسمعني على البيت. طيب، بس عازف عشان يحصل لك زي اللي حصل لنا. لا مؤاخذة، نهاركم سعيد، انا عم نبيل. لك له جاي ليه؟ انستي يا عمه، عايزاه يا عمه. حلمك عليا شويه يا ستي، كلام اخد وعطى. انا جاي بخصوص نبيل. ارجوك يا عاطف بيه، انا مش عايز اسمع حاجه عنه. لك حق، انا عارف الالم اللي سببه لك نبيل، وعلشان كده انا صممت وجيت اقف جنبك لحد ما نجيب بوز نبيل الارض واخليه يبوس ايدك قبل رجلك. لا انا مش عايزاه، انا بكرهه من كل قلبي. لكن قولي ازاي نجيب بوزه الارض؟ نخنختي تاني يا بت المخروعه.
والله يا اختي اللي يفتح قلبك يلاقي سنابيل قاعد فيه حاطط رجل على رجله وبيشرب شيشه. اخ يا ناري، نفسي اغيظه، نفسي اطققه. لو كنت الاقي واحد اجمل منه واشيك منه واغنى منه يا خساره. لو كنت انت صغير شويه، لو كنت حلو شويه، لو كان بس فيك نفس شويه. دي لو كنت يعني ما فيهاش حاجه تنبلع. ده انت تتزغط، ده انت تتلهت، ما تاخدش على خاطرك، دي زي بنتك. وبعدين في الكلام المؤذي ده بقى، امنت بيك يا حي، شبه المرحوم ابوها تمام، مناخير المرحوم، بق المرحوم، حواجب المرحوم، عينين المرحوم، خف الدم المرحوم. يا ستي خلي المرحوم نايم وساكت في قبره، وبعدين في الكلام اللي يذم البلد ده. يا خفافتك. اسمعي يا حبيبتي، انت مش عايزه تفرشي نبيل؟ اه خلاص، اشتغلي ممثله سينما. ايه ممثله سينما؟ وانا هرشدك على الطريقه اللي توصلك للغنى والفلوس. اه الفلوس هي الكوبري اللي يوصلك من بر الندامه لبر السلامه. كده السناره اللي تطلع لك السمكه من وسط البحر، البندقيه اللي توقع لك النسر من وسط السماء. يا سلام على كلامك اللي بيخر من بقك زي فتافيت الصدق. العفو يا ست هانم العفو. ولما تشتغلي في السينما وتوصلي للغنى والفلوس، وساعتها تلاقي نبيل واحسن من نبيل، يجوا يركعوا قدامك ويبوسوا ايديكي ويترجوكي، وساعتها كده تبص لهم انت كده بكل احتقار وتقول لهم كان على عين. صورك بقى في ده لما يشوف صورك ماليه جرايد البلد، جرايد الصباح وجرايد المساء، واسمك بتنطق في البلد كلها، بومبا قنبله الشاشه البيضاء، بومبا نجمه السينما، ساعتها يمشي في الشوارع مخبول مجنون ويكلم نفسه ويقول كان على عين. لا يقول لي خلاص انا تبت، سامحيني خلاص، هجننه هفرتكه. وساعتها يروح يقول لك اترجها لي يا عمي، تقوم تقول له كان على عيني، هيصرخ هيصوت هيخبط دماغه في الحيط برضه، تقول له كان على عيني. خلاص يما هشتغل في السينما، ايه رايك بقى؟ اه سينما مين يا شبت ورور؟ مفيش كلام من ده. طيب والكلام ده بقى ينفع ولا لا؟ اهو ده الكلام اللي ما ينزلش الارض، ابلغ لها اللي في قلبك كله. اتفضل يا فندم. كان على عيني. استعراض مصباح علاء الدين. علاء الدين جاهز؟ جاهز يا استاذ. جاريه ياسمين جاهزه؟ ايوه استاذ حالي. اتفضلي. المشهد الاول من استعراض مصباح علاء الدين. ايه مين علاء الدين؟ هو انت؟ كان على عيني. مين هي دي ياسمينه؟ ايه الحكايه؟ شغل من فضلكم شغل. انا مستحيل يا استاذ اشتغل مع الاستاذ ده. وانا يستحيل يا استاذ اشتغل مع الاستاذه دي. ده شكل علاء الدين، ده شكل اسماعيل ياسين، وده شكل ياسمين، ده شكل شبوكه. هتبوظوا الفيلم، هتخربوا بيت المنتج. المنتج فين المنتج؟ انا عارف انك بتقولي تعب بالك ان انا سايل ورزيل. الله يسامحك، مش عرفك بقى ان انا سايل ورزيل؟ انا مش هرد عليك، انا مخصماك. وانا مخصمك. خلاص خلاصين. انا عارفه انك عاوزني اسامحك وارد عليك، لكن ده بعد، انا مش هكلمك ابدا ابدا ابدا، وان كلمتني مش هرد عليك. بس يعني ما كلمتنيش؟ وهكلمك ليه؟ عشان ما ردش عليك. بلاش امحيك من فضلك. ايه ده انا بتمحك فيك انت؟ كان على عيني. خلاص خلاص. ايه يا خساره، كنت فاكر اني لقيت الجوهره الغاليه. وانا كنت فاكره اني لقيت الملك الطاهر. هتريه بتحب الفلوس، وهتريه بيحب شكريه. انا بحب شكريه. وانا ما بحبش الفلوس. امال بتحب ايه؟ ما اقدرش اقول. ليه؟ احسن تغدر بيا. مش ممكن. وتروح لشكريه. مش ممكن. يعني صافية لبن؟ صافية لبن يا حبيبي علاء الدين. يا حبيبتي ياسمين. استعدوا يلا، البحارة فكانهم. استعدوا. الله الله، ايه الحكاية؟ كنت بتختم الرواية قبل اولها ولا ايه؟ لا شغل من فضلكم شغل. مش كده، فين البحارة؟ يلا استعدوا كل واحد مكانه، البحارة والجمال. يلا الخيالة من هنا. فتاح يا عليم، رزاق يا كريم، الرزق بإيدك، بالربح علم رزق، حرزق بإيدك. حاسب عالموجة يا ريس، الموجة عوجة يا ريس. حاسب عالموجة يا ريس، الموجة عوجة يا ريس. أبريء تونس أبريء، الرب يا عروس الحق يا عريس. تونس يا حلاوة صنعتها بالشمع، تنور لك دارك والشمع لو النسمة طفيتها، تبقى كفاية أنوارك. تونس أبريق
وسع ارجع اطلع وسع وسع ارجع اطلع الكبير غمض عينك اطعم يا ست وياسمين جاي سلطان السلاطين سعيدة يا
يقول الفتحة كل خميس. شبيك لبيك شبيك لبيك انا خدمتك انا ملكيتك قول يا وامك تطلب ايه عايز ايه عف 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 عفريت عايز اطلع حالا من هنا وفك يا اختي سجننا امنت انك عفريت هديه امك شيطان وابوك جنيه ابني لقصري اتيه في دلاله في الف ليله مفيش مثاله فين الخدم فين الحشم فين الموسيقى والنغم تبقى ودع فريد صحيح لو تجيب ياسمين تروحي طير على بوصات الريح هات هنا بلسم جروحي هات هنا بلسم جروحي الحزن ده فين زي يقولولي فين اوصفها فين اوصفها دي العين والعين لو بصولي جنة بأشواقها واسنان صافين ضر يقولولي بين شفايفها حلاوة ياسمين حلاوة أبري طانيس أبري طانيس أبري طانيس أبري برافو مدهش عظيم ستوب كنت هايلة يا بومبا كنت هايل يا نبيل كنت مدهشة يا بومبا كنت مدهش يا نبيل اسمعي نعم الناس بتنجاحك انا عازمك الليلة على العشاء ممكن 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 قوي طيب يا بس استناني اما اغير هدومي طب انا نازل معاك يلا لازم تخطفيه منها زي ما خطفته منك يقولوا علينا الناس ايه لما بنت غلبانة زي دي تهزمك وتاخد خطيبك منك انا حنكد عليها النهاردة حفرسها حجننها شد حيلك وريني همتك خشيله نبيل حبيبي اهلا شكريا زيك يا مدوزيل تنام شوية انت جننتي ولا ايه ما اقدرش يا نبيل بحبك يا نيني وبعدين بقى انت لازم تسهر معايا الليل متاسف عندي ميعاد مهم جدا اتفضلي بقى اخص عليك قليل الذوق انا هقول لبابا ان شاء الله تقولي لماما حتى بومبا انت جاهزه ها مالك ما بترديش ليه عاوز نرد عليك اتفضل اتفضل ايه الله ده احمر ايوه حمره الخجل اصلك بتنكسر بابا حبيبتي اسمعي يا ستي انا حجزت لك الليله ترابيزه في كازينو سوا سوا علشان نسهر سوا سوا انا تحت امرك يا روح قلبي نسهر سوا سوا والبعث لوحده يلا بينا يلا وبعدين تعالي انا هخلي عمه يهزقه شكرية حبيبتي حياتي ايه ده لازم اتجنن ايه اللي قلبت قوام بالشكل ده اصل انا كنت بمتحن حبك ليا تسمح نسهر الليله في كازينو سوا سوا تسمح يا شاكر بيه اسمح قوي هو انت غريب يا ابني هتيجي معنا يا بابا لا انا ما اقدرش اسهر يستحسن انكم تكونوا سوا سوا والاب لوحده بابا لطيف قوي قوي بصحتك يا حياتي بصحه الهوى والشباب
في صحة الصبا والجمال. انت واخدة بالك صاحبنا واقع مع شكرية لشوشته. وانا يهمني حاجة؟ ده انا بحب اجمل واظرف عجوز في الدنيا. مزاج عفش. بعدين يعني جرسون. افندم يا بيه. تقول للبي اللي جنبنا في الترابيزه دي اختشي على دمك. حاضر يا سعاده البي. ايوه اختشي على دمك. قول لي سعاده البي اللي اختشوا ماتوا. حاضر يا سعاده البي. افندم اللي اختشوا ماتوا. اسمع يا جرسون. افندم قول لحضرته. فين فين. حاضر يا سعاده البي. فين فين. امشي اقعد من هنا. هلا. حاضر. سيداتي سادتي، بينكم الآن النجمة الجديدة التي بزغت في عالم السينما، الآنسة بومبا. ونحن نرجوها أن تسعدنا بشيء من فنها الرفيع، كما نرجوها ألا تعتذر. أنا هغني لكم أغنية جديدة اسمها الهوى. والشباب؟ لا، والعواجيز ونغيز. فليحيا الهوى وليسقط العواجيز. الشبان مالكمش امان، بلا شغل اونطة وارجوز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على حبك يا عدوز. الدم خفيف والقلب نضيف، ومعادك مظبوط عالساعة، شعرك مسبوخ لعنك بتزوخ، ولا تعمل يوم زي جماعة. لك هبة وقد القول والحق مفيش مجادلة، مش زي الواحد من دول يتغير ويا البدلة. يا هنا اللي تحبك وتفوز وتخش في قلبك يا عجوز، واللي شبان مالكمش أمان، بلا شغل أونطة وأرجوز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على حبك يا عجوز. اوعوا يا ستات وانتم يا بنات، شبان اليوم تبني في ميه، سن العشرين فيما فوق خاينين، يتنقلوا بين ديه وديه. اما العواجيز القيمه طلعتهم طلعه مهابه، لو رحت معاه السين هيقولوا دويه بابا. لو حتى الشارع مدروس يحترمونك من عجوز، قول للشبان مالكمش امان، بلا شغل اونطه وارجوز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على حبك يا عجوز. ازاي عشان اتخلص من الشبان اللي بيعكسوني؟ مادام لسه ما اخترعوش للشبان اللي بيعكسوا فليت ولا دي دي تي، انا هقولك على طريقه اتعلمهم الادب، بس لو يجي شاب يسمحوا يعكسني. انا اتحداك يا مدموزيل، الشباب ليه قوته وسحره. او بقى حضرتك بتتحداني؟ طب اتفضل. اتفضلنا بقى. انا همثل الست اللي ماشيه في الشارع، وانت حضرتك لفندي التلم اللي بتعكسها. ودلوقتي هتشوفوا هعمل ايه في حضرته. مستعد؟ مستعد. يلا امشي ورايا عكسني. واحد اتنين. اتفضلي. يا قمر يا غزال، نظره يا جميل. يا شربات يا اخي حس شوي، حن شوي. اوه ضايقتني، نرفزتني. يوه اذا كنت ضايقتي كنت ركبت تاكسي. وافرض معيش فلوس اركب تاكسي. تبقي كحيانه وغلبانه ومفيش لزوم للقلاطه. يظهر حضرته من انصاف في البارد جدا. طولت لساني ما نفعش، اذا هطول ايدي. طول ايدك يا اخي طول. طب بقى يبقى مفيش غير كده. اما حاجه لطيفه قوي. طيب مفيش غير كده بقى. يا
هات كمان كاسة بلا فني. ما كفايه شرب بقى يا نبيل بيه. أنا هفضل أشرب لغاية ما أنسى اسم البيت اللي بحبها. اسألني بقى بحب مين؟ طب أنت بتحب مين؟ بحب بومبا. هات كمان كاسة بلا فني. طب لما أنت بتحبها ليه ما تخطبهاش وتتجوزها؟ الله يا سيدي. بتحب عمي وفلوس عمي. تعرف أنا هعمل إيه؟ هموتها وموت عمي وموتك. لا وموت نفسي. لا 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 خليك عارف انت موتهم هم وبعدين موت نفسك وبعدين موتني انا. قالوا تلاقي حد فينكم كلكم. اذا بدك تقول يلا بينا. عارفين عمي عايز ايه؟ عمي انت يا ولد سكران؟ جدا. تبقى لي الأدب جدا. اطلع برا. انا مش ممكن اخرج برا الا ما اصفي حسابي معاك. صفي معايا؟ انت عايز ايه يا ولد؟ عايز بومبا. عايز اتجوز بومبا. ده امل ابعد من نجوم السماء. بومبا هتتجوزني انا. انت عجوز. فلوسي هتخليني اصغر منك. مادام انت مصمم تتجوزها وانا مصمم اتجوزها فلازم واحد يخلي الطريق. اذا اتفضل اخلي الطريق. لا مش بالكلام، بالسلاح. بالسلاح؟ ايوه نتبارز. ابارزك؟ ايوه ولازم واحد مننا يموت. كويس خالص اتفضل معايا. انت فكرك مهزر. فكرك مهزر. اتفضل معايا. اتفضل. بتضحك ايه؟ طب انت شايف المسدس ده؟ ايوه شايفه. انا هبرزك بيه على الطريق الاسبانيوليه. تعرفها؟ لا ما اعرفهاش. المسدس ده فيه طلقه واحده، لكن انهي طلقه في السته الله اعلم. يمكن تكون الاولى، الثانيه، الاخيره، وكل واحد منا يطلق طلقه وهو وبكته. انت لازم اعرف الرصاصه فين. نعمل قرعه. نعمل قرعه. انت تختار الطره ولا الكتابه؟ الطره. الكتابه. الكتابه. استعد للموت يا ولد. مفيش طريقه تانيه للموت يا عمي. استعد للموت يا ولد. انا اللي هضرب الاول. طيب لحظه. اقف هنا. من لم يموت بالسيف مات بغيره. اقف عدل يا ولد. افرد صدرك وقول اشهد ان لا اله الا الله. اضرب. انا مستعد. واحد اثنين. ما متش. حلو هات المسدس. استعد للموت. اضرب يا خساره التربيه دي. واحد اثنين. انت مت يا عمي؟ لا ما متش. هات المسدس. ودع حياتك. واحد اثنين. عرضك يا عمي. وعتنشن كويس يا عمي. شو عبوح. الحمد لله نفست. وقعتك سودة يا عمي. اضرب يا نبيل بيه. طلع روح سعادته. اضرب يا ولد. خلصني. الله انت مالك مش واقف على بعضك ليه؟ خايف مني يا عمي؟ اقف عدل. ما توقف عدل. احنا بنهزر. برافو. استنى بس يا عمي. هات مسدس. انا نفسي في الدنيا لسه. اخس يا جماعه. هات مسدس. تعالى يا عم. لسه شباب. تعالى بس يا عم. تعالى بس هكلمك يا عم. عيب عليك. من عائله فلوس وتبقى جبان؟ ولا من عائلة فندق؟ ايوه. اضرب. نفدت يا ملعون. فاضل رصاصة واحدة وتدور عليك انت. يعني انا الله يرحمني ويحسن الي. والله كنت راجل طيب. اتفضل. رصاصة واحدة وتدور علي. يعني خلاص. انت ميت. الله يرحمك. ورثنا قبضنا. خلص على سعادته يا نبيل بيه. اضرب. بكره الجرايد تقول ان نبيل قتل عمه. وصيتك بومبا يا نبيل. اضرب وخلصني. ايوه حضرتك. ولو انك انت اللي ربيتني وخليتني راجل. بلاش شغل القصايد والرسا وكلام الفارغ هو. اضرب خلصني. ما تغلطنيش. اضرب يا ولد. اضرب يا ولد. ايوه حضرتك. انا مش جبان. انا جدع.
لكن حضرة مين؟ حضرة عمي؟ سوي خماسة تغلبيه بالعيال يغلبك بالمال. ما دي بنت وشك معقد كده عايز لومك وترجلة تفرد. حدي كشر فريلة فرحة ده يوم الهنا. اوعدني يا قادر يا كريم. قرصتك في ركبتك احصلك في جمعتك. لكن يا ماما انا خايفة. خايفة من ايه يا رحمة؟ خايفة على مستقبلي في البيت. مستقبلك سكر نبات دفتر شيكات عزب وسرايات. صحيح عاطف بيه راجل طيب وغني وما بيعزش عني حاجة ابدا، لكن عجوز عجوز قوي قوي قد ابويا. يا خسارة نبيل لو ما كانش بيحب شكرية. نبلة لما تنشن على عقلك التلفان. ايش جاب نبيل العدمان الندمان الصدمان لعاطف بيه اللي بيلفوله المحشي في ورقة بنكنوت. يا وعدي على كده انا اموت في البومب واحب الصواريخ. يلا حبيبتي يلا المأذون جه والعوالم هيزفتونا من اوضتك لغاية الصالون. تعالي يا نور عينيا تعالي. يا صح ما يصحش. انا جايه بارد واقول لك انت ونبيل ان اتجوزت سيد سيلو نصر الله خار هندي. عقبال البخاري يا جوز الهند. استني يا شكري يا هانم انت صحيح اتجوزت حضرته؟ ايوه اتجوزت حضرته. الله اما نبيل لا. لو كان نبيل بيحبني كان اتجوزني من زمان. اهو لا طالع انا بالشام ولا انا باليم. البركه في عنب الهند. بومبا تعالي يا حبيبتي. مالك يا بومبا؟ قال اذنك عاتف بيه خمسة. الله بومبا ايه عافينا يا بومبا. بومبا بومبا يا بومبا بومبا سوهم على تياترو النهضة. الله بومبا ايه عافينا يا بومبا. بومبا يا بومبا بومبا. بيعين القلوب ظلام القلوب حالي هذه القلوب حواليك ما فتحها في يدك نقي اللي جعلت مظبوط وعلى قدك ويبات يحني لك ولا يوم يخون ودك هذه القلوب حواليك ما فتحها في يدك قلوب كتير العين شايفها وعرف منين اللي جواها افتحها بالمفاتيح دي يا بيت امال عملنا المفاتيح ليه القلب ده قلبي انا فيه السعادة والهنا جمع الحبايب كلهم ولمهم إلا أنا إلا أنا قلبك صغير وماهر في حب أهل الجواهر حرم عليك اللي خدعتهم نامت عينيك وسهرتهم خلاص عرفت اللي في قلبك ما تفكريش اني احبك اني احبك القلب ده قلبي انا بس اكتب الثمن هنا هقدمه واسلمه لاي حد الا انا الا انا ده كل يوم الشو يزيد لحد ما يضيع الرصيد ولما يصفى عالكوب ابص ملقاش القلوب خلاص عرفت اللي في قلبك ما تفكريش اني احبك اني احبك
وده قلبي مين؟ قلبي انا بالوزن صورة حبنا، لا يوم نهب ولا شاف دهب ولا عمره فكر في الغنى. تعالي ده انتي وياكي نعيم الدنيا وهناها. قالوا لي راحة البال ويا الذهب والمال والمال، قلت الكلام ده ايه كان بان علينا امال، كان بان علينا امال. قالوا لي لو جالوا ألف طبيب إلا انصفى له حبيب وحنل وحني قلبه مال. أكل هدوء معاك والآن نعيم وياك وياك، ما دمت أنا بهواك ما يهمنيش المال ما يهمنيش المال. أمل الفؤاد الهنايم باع، كانوا اشتروه بالمال، كانوا اشتروه بالمال. بومبا. ايوه بومبا نبيل، جيت لك برجلي. والفلوس وعطر والمال. لا لا لا، ده كل ده ما يسويش حاجه، ده الحب اغلى من الدنيا. يا حبيبتي يا بومبا، تعال نهرب قبل ما ياخدوك مني تاني. اه يلا نهرب. يلا عندك عندك تعالى هنا، تعالى تعالى بيه، تعالى 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 تعالى، ما تخافش مني، ما تخافيش مني يا بومبا، ما تخافيش يا بنتي. بنتك اما انا زي ابوك دلوقتي. عيشة فهميها يا حبيبتي فهميها. ايوه يا بنتي، بعد ما خرجت وما خلصنيش المأذون يخرج بايده الفاضيه، قمت رحت متجوز امك طوالي. مبروك يا عمي. مبروك يا اما. برافو يا عمي، عملت اهو دلوقتي ربنا هداك وعرفت قيمه نفسك. فعلا يا نبيل، انا تجاهلت الفرق الكبير اللي بين سني وبين سن بومبا، وافتكرت ان الفلوس تخليني امتلك قلبها، لكن ثبت ان قلبه وقلبي ينسجموا مع بعض، لكن قلبه محفظه يستحيل ينسجموا مع بعض. عمي هيا دي او هيا دي.